المخرج عمرو سلامة منورنا في القاهرة 24. حابين نقول لك في البداية مبروك على 60 جنيه بشكرك. فيلم افتتاح جونة السينمائي الدورة الستة، دورة استثنائية. ايه حمسك ان انت تقدمه في دورة استثنائية زي كده داخلة في الظروف صعبة يعني، وتقدم نجم جديد للجمهور، نجم راب اصلا يعني؟ هو الفيلم كان محدد عرضه كفيلم الافتتاح لمهرجان الجونه من قبل احداث 7 اكتوبر. جت بالصدفه ان حصلت الاحداث دي فوصلنا لده. مبسوط ان الفيلم كان فيلم الافتتاح، مش فيه احتفاء حصل بالفيلم، سعدت بيه جدا. الفيلم بدا كومية مصوره كنت بعملها لزياد زازا، تحولت بعد ما سمعت افكاره واحاسيسه وهو بيكتب الاغنيه دي، تحولت لفيلم قصير ما كنتش محدد قوي هيبقى مدته قد ايه، لحد ما وصل الزمن اللي هو 18 دقيقه. عرضنا فيلم امبارح ودول افعال بسيطه جدا. يعني دخلت الرابر الافلام وهكذا، مش خايف بعد كده ممكن تدخل الانفلونسر او تيك توكرز او كده؟ انا مع ان اي حد موهوب قادر على التمثيل، الناس عايز تتفرج عليه يمثل، بعيدا عن الليبل بتاعه ايه بقى، اذا كان ممثل رابر انفلونسر. انت بتشوف الموهبه عنده او لا؟ الموهبه اهم شيء، وده اللي لازم نحتفي بيه الموهوبين.